بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على اشرف خلق الله سيدنا محمد. طبعا انا من هذا المكان بناشد السيد الفقيه والسيد النقيب رجاء عطيه، ونعلم من هو فقيهنا ونقيبنا، بان يتم انشاء في كل محكمه مكتب لخدمه الغير قادرين على دفع اتعاب المحامين. سعاده النقيب، في كل محكمة يوجد فيها نقيب، فلا بد أن نراعي هذا الموقف، لأنني أرى بعض الحقوق تضيع لعدم قدرة الناس على سداد أتعاب الأخوة المحامين. وأن تتكفل وزارة العدل أو نقابة المحامين بسداد هذا المبلغ للفقراء أو المحتاجين، لأنني في هذه الفترة أجد أن بعض الحقوق الكثيرة تروح تذهب نتيجة عدم القدرة على دفع أتعاب للمحامين. أنا كمحامي النهاردة لن أعمل مجانا، ولكن إذا كان هناك مكتب في كل محكمة، هذا المكتب تكون وظيفته هو تقديم بحث اجتماعي يفيد بأن هذا الشخص غير قادر على دفع أتعاب للمحامين، فيكون كل نقيب مسؤول في كل محكمة عن عمل كشف وتوزيع للمحامين، وأن تكون الأتعاب أتعاب رمزية وليس أتعاب مبالغ فيها، وتدفع عن طريق نقابة المحامين أو عن طريق وزارة العدل تخفيفا على الناس المتقاضيين الذين ليس معهم ما يدفعه. ولنا عبرة في ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بهذا العمل المحترم، وهي أنه يوجد مكتب لخدمة الغير قادرين على دفع أتعاب المحامين، ويتم توكيل محامي لهذا الشخص ويقوم بالترافع عنه ابتدائي واستئناف ونقد دون أن يتقاضى منه درهما واحدا. فإنني أناشد السيد النقيب الفقيه رجاء عطيه، وأنا أعلم من هو رجاء عطيه به، أنه نقيب نقيبنا ونقيب مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأن يكون هذه الجزئية محل له اختيار. كما أنني أناشد السيدة الأستاذة عبد الحليم عبد رب، بما أنه من الشخصيات المحترمة في مدينة زفت، أن يتم إنشاء مكتب يكون وظيفة المكتب هو الدفاع عن الغير قادرين، الدفاع عن الغير قادرين مجانا، بعد أن يقوموا بتقديم بحث اجتماعي منعا لإضاعة حقوق الناس الفقراء الغير قادرين على توكيل محامين. والله المستعان.